السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي قناتكم الحبيبة اعرف دينك. أخطر علامات الساعة، وسيرتعش جسدك عندما تعرف أنها قد حدثت بالفعل. علامة من علامات الساعة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم حصلت بالفعل. روى مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما تصلي عليه، لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا، ما الهرج يا رسول الله؟ قال، القتل. القتل. انظر في العالم الآن، فلا يمر يوم بل كلها تمر لحظة إلا وتطالعنا فيها وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية عن خبر لسفك للدماء في بقعة من بقاع الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل بص وشوف دلوقتي اللي بيحصل لأمتنا الإسلامية، وما يحدث فيها من إراقة للدماء ومن اغتصاب للنساء ومن ذبح للأطفال ومن تشييد للشيوخ، كما يحدث في بورما وفي أفريقيا الوسطى وفي نيجيريا وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، إن الدماء لها حرمة، فدماء أي إنسان لها حرمة. فالله هو الذي خلق الإنسان وكرمه وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه وأنزل من أجله الكتب وأرسل من أجله الرسل، بل وضع له شريعة محكمة تضمن له السعادة في الدنيا والآخرة وتضمن له الحقوق. ومن أعظم هذه الحقوق حقه في الحياة، الذي ليس من حق أي أحد أن ينتهك حرمته أو أن يستبيح حماه، لأن الله وحده واهب الحياة. فلا يجوز لأي أحد أن ينتهك حرمة أي أحد أو حياة أي أحد إلا في حدود الشريعة وعلى يد أولي الأمر. لذلك كان الوعيد في الدماء لا يعلمه إلا الله، خطير جدا جدا. بل يصل الأمر الآن إن الواحد بيقتل واحد ومش عارف وبيقتله ليه. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال، والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. والدليل ما حدث في العراق في التسعينيات. أسأل الله أن يفلج كرب العراق وقلب كل بلاد المسلمين. لما أتى العراق جنود من أمريكا من بريطانيا وأستراليا وإيطاليا، اتعامل معهم أحاديث صحفية، فبيسألوا بيقول لهم أنت إيه اللي جابكم هنا؟ كانت الإجابة كارثة. أنت متخيلين قالوا إيه؟ قالوا لا ندري. سبحان ربي، ده كلام النبي، والذي نفسي بيدي لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا مقتول فيما قتل. وده اللي حصل بالفعل. قال لا ندري. تخيل يركب طائرة أو دبابة ويبيد، مش هقول بقى بيت أو مدينة بأكملها، يلقي أطنانا من الأسلحة المجرمة والمحرمة دوليا التي تبيد المصانع والمدارس والمزارع والمستشفيات والمساجد في لحظة واحدة، والتي تحول الأجسام البشرية إلى بحار من الدماء وكوم من اللحم المتمزق، بيعمل كل ده ويقول لا أدري، سلم يا رب. طب واللي مات ده ذنبه إيه؟ والشيخ الذي تفجر جسده ذنبه إيه؟ والست اللي قاعدة آمنة مع أولادها وفجأة بتفتح عينيها بصت لقيت أولادها نزل عليهم صاروخ وماتوا في لحظة واحدة وتقطعوا قدام عينيها، ربما تموت هي كمان. كل ده سببه إيه؟ قالوا لا ندري. لذلك كان الوعيد في كتاب الله عز وجل من أشد ما تسمع. أتحداك إنك تلاقي وعيد في القرآن من سورة الفاتحة لسورة الناس كهذا الوعيد، كما في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، عد معايا، جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أنت تقدر على ده؟ أنت متخيل العذاب ده؟ خمسة دول جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا رب سلم. كل ده في وعيد الدماء. أيوه، للأسف في ناس لسه بتستهين بالدماء وبتحمي دماء المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين.
اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين واذل الشرك والمشركين، واعلي بفضلك يا ربنا كلمه الحق والدين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الموحدين، امين امين امين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بحبكم في الله، وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركه الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناه اعرف دينك.